ازيك يا دكتورة؟ مش كويسه لعله مش كويسه مش كويسه مش مستوعبه ان في بني ادمين في الدنيا ممكن تبقى دي قلوبهم سودا فحم بالشكل ده. عشان ايه؟ عشان الفلوس؟ عشان خيانه البلد؟ عشان ايه؟ ولو انا غلط ارجوك احرجني وقول لي انت غلط، قول الصح من الغلط. انت بص لبرنامج 90 دقيقه، اتفضل. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على امام الموحدين، اشهد ان لا اله الا الله، خص ذاته بالبقاء وكتب على عباده الفناء، فقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. هنيئا للحاج حسن يوسف، وهنيئا لأختنا الفاضلة العزيزة شمس البارودي بما أعده الله عز وجل لعائلتهم، بل ولهذا الذي زف إلى جنة الرضوان. ونحن حين نقول هذا لا نقول هذا اعتباطا ولا نفاقا، ولكن نقول ذلك لأن الله أنزل قرآنا على قلب رسول الله يقول: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن من مات غريقا فهو شهيد، والشهادة هي أسمى درجات الإيمان وأعلى المنازل، حتى أن الله إذا أراد أن يشجع المؤمنين على الطاعة قال وهو يحفزهم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، اسمعي، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهي بشرى من رسول الله لهذه الأم المكلومة ولهذا الأخ العزيز. لا يسعنا ونحن نقدم خالص العزاء والمواساة إلا أن نقول هنيئا لكم يا آل يوسف، فقد خصكم الله في هذه الليلة بشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من بشر بذلك، أن من مات غريقا أو حريقا أو سقط من أعلى جبل أو تردى عليه سقف داره فهو شهيد. وحينما نقول فهو شهيد فستجدي المنافقين في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان لا يؤمنون بالله ربا، لأنهم لو آمنوا بالله ربا لاتقوا الله عز وجل في عباد الله. لكن ما فيش أي طقة في الكلام اللي قاله والكلام اللي منزله يا دكتور إبراهيم. خلينا أقول لك، هذه الشخصيات يصدق فيهم قول ربنا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تظهر الشماتة في أخيك فيرحمه الله ويبتليك. فيرحمه الله ويبتليك. هل تتألهون على الله أيها الناس؟ هل نسيتم لقاء ربكم؟ هل نسيتم وعد نبيكم؟ إلى أي دين؟ عن أي دين تتحدثون؟ وعن أي كتاب تدعون الناس؟ إنما حدث الليلة من هذه الأبواق المجرمة الإرهابية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قادة هذه البلاد وعلى رأسهم رئيس البلاد وحكومة البلاد وعلماء الأزهر في البلاد وقضاء البلاد كان على صواب، لأن هؤلاء باعوا دينهم بدنياهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. أرادوا أن يفرضوا إرهابهم وعنادهم وحقدهم وغلهم وحسدهم على المصريين، ويأبى الله إلا أن يفضحهم على رؤوس الأشهاد وأن يجعلهم أمام الدنيا بأسرها عبرة لمن يعتبر، حين طردوا من بلادهم وخرجوا غير مأسوف عليهم. لماذا؟ لأن الله نزع من قلوبهم الرحمة. هم ما طردوش، هم هربانين سيدة العزيزة، هم خانوا البلد ومشيوا.
سيدنا النبي، سيدنا النبي محمد لما دخل عليه رجل وكان سيعينه محافظ أو والي على إمارة من الإمارات تحت ظل دولة النبي، رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتضن الحسن ويلاعب الحسين ويقبلهم ويشجعهم، فنظر إليه بغضب وقال: يا رسول الله، والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم قط. فاعتدل النبي ونظر إليه وقال: وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك وهي لا تنزع إلا من شقي. هؤلاء الذين ينظرون إلى أهل المصائب. وصفت الموقف يعني بوصف دقيق الصراحة يا دكتور إبراهيم، وصفت وصف دقيق. بشرك، لأن هم دلوقتي لازم نعدل كفة الميزان. كفة الميزان معوجة، هم عايزين يقولوا الحسن يوسف إيه، عايزين يقولوا له إن ربنا غضبان عليك وغضبان على ابنك وغضبان على أهل بيتك. ولكن النهاردة اللي حصل لابن هذا الرجل ما هو إلا ابتلاء. طيب هل الابتلاء علامة للغضب؟ عقاب هؤلاء عند الله إيه يا شيخ إبراهيم؟ حاشا لله أن يكون الابتلاء علامة من علامات الغضب. خلينا بشر الأسرة من خلال منبر حضرتك وأقول لهم إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس ويتمنى أهل الموقف من المؤمنين الموحدين أن يصرفوا من هول الموقف ومن هول القيامة ولو إلى النار، حتى أن النبي يقول: ما نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا يقول: اللهم سلم اللهم سلم، إلا أن الله يخص أناسا من عباده وينادي عليهم ويكلمهم. هل ينادي الله على الأنبياء؟ أبدا والله. هل ينادي على الصالحين؟ أبدا والله. ينادي ويقول: يا أهل البلاء يا أهل البلاء يا أهل البلاء، فيقوم الأعمى ويقوم من فقد ولده ويقوم من ابتلاه الله بالمرض أو بالفقر أو بأي بلاء من الابتلاءات، ويتجمعون جميعا بين يدي الله، فيقول الله ويخطب فيهم لكي يكسب ودهم ويكبر بخاطرهم. يقول الله لعباده: وعزتي وجلالي ما ابتلوتكم لهوانكم علي ولكن ابتلوتكم لأرفع درجتكم عندي. يقول سيدنا رسول الله، فيتمنى الأصحاء اللي هم زي حالتنا كده من أهل الدنيا، أن لو كانوا من أهل البلاء لعظم ما أعده الله لأهل البلاء. ثم يخص الله من فقد ولده ويقول للملائكة في هذه الليلة: وهذا الذي دخل قبره كأنه يزف إلى ساحة العرس. الله في هذه الليلة ينادي على الملائكة ويقول: يا ملائكتي، هل قبضتم فلزة كبد عبدي وثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول: ماذا قال الأب؟ فيقولون له: حمدك واسترجع. فيقول الله: يا ملائكتي، ابنوا لعبدي قصرا في الجنة وسموه قصر الحمد. هذا ما أعده الله لمن أراد الله له المكان العليا ودفته ملائكة السماء إلى رضا ورضوان وإلى رب راض غير غضبان. هل تعلمنا من الرسول من رسول الله أن نشمت؟ أبدا والله، معاذ الله. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين، لم يحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا بغضاء لأحد من أفراد الأمة. هو الذي كان يقدم لأعدائه الدعوة بعد الدعوة لكي يأكلوا في بيته ويشاركوه في طعامه ويدعوهم بالأدب الرباني. هؤلاء يتذرعون يا دكتور أن هم دعاء، مع أن الله ألزمنا بآليات للدعوة. قال الله في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هي أحسن. هفترض أن احنا كلنا مذنبين وعصاة، هل بهذا على دين الله؟ أبدا والله. صدقت سيدي وحبيبي يا رسول الله حين قلت: إيه وإن منكم منفرين. هؤلاء منفرين، هؤلاء لا يحبون الله ولا يحبون عباد الله، يحبوا نفسهم
وده بيفكرني بيحبوا مصلحتهم.